لقب خالد الرضي. ليش؟ سلام. يفطر بيض دايم؟ اي. طيب محمد الف مبروك الفوز، قرب شوي لا تبعد تكفى. الف مبروك الفوز، عشر في اقل من 12 الهدفين، فكيتوا التكتل اللي عند الفتح ولا الفتح نفسه ارهق بما حسيتم فيه داخل الملعب؟ وش بسم الله الرحيم. طبعا زي ما انت عارف الشوط الاول انتهى فرضنا والحمد لله نتيجه 2-0. طبعا ما انتهت المباراه، ما انت باقي شوط ثاني في ارض نادي الفتح. طبعا قدرنا احنا طول مجريات المباراه اللعيبه اجتهدوا الحمد لله الله وفقنا وقدرنا نسجل الهدف الاول، بعد حصلنا ركله الجزاء وحصل هدف سجلنا هدف ثاني. طيب كابتن 2-0 تعتقدون نتيجه مريحه لكم بالنسبه في مباراه الاياب، بعيدا عن بعض الامور اللي اكيد انكم لازم تحترمون فيها الخصم، لكن مريحه 2-0 احسن بالتاكيد من 1-0؟ هو اكيد كل ما تسجل اهدافك كثيره في ملعبك يكون من صالحك بحكم ما تسجل فيك اي هدف، بس انه كره القدم ما تعترف في الشيء هذا، اللي يخدمها بتخدمه وان شاء الله راح نكون جاهزين للمباراه ان شاء الله. كابتن حينما يكون تسجيل من كرات ثابته فقدتم التسجيل من كرات متحركه، كورنر او في خطا وضربه جزاء، هو اشياء اللي كنت مرن عليها يعني طبعا تبع مجريات المباراه، والحمد لله قدرنا من ركله جزاء وكره ثابته عن طريق الكابتن ريتشي وقدر يحرزها ابو قاش، هذا اشياء نتمرن فيها يعني. اسمحوا لي هالحسا يمكن انا عدت وانتم من اهل الحسا عاد ما يحتاج، بس ملعب الحسا مو بعجب احد يا كابتن. اتكلم عن ارضيه ولا اكيد المدينه كمدينه جميله. والله شوف احنا يعني باذن الله يعني راح نكون جاهزين لاي ظرف كان، يعني الارضيه ولا ايا كان اي ظرف راح نكون جاهزين ونقدم مستوى ونحصل نتيجتها ان شاء الله يا رب. جمهور قدها اليوم؟ والله الله يعطيه العافيه ما قصر، مو غريبه للحين نبغى منهم مزيد. شكرا. عفوا. شكرا.